راح يجي بهالشكل هذا. لو سبب لنا ولا سبب لنا حتى صار عندك وحدة فريها مو اثنين. هذا رسلتو قد يجيك كلاس 2. خلينا نسوي المرة الكامل كلاس 2 الكامل اللي مالي مو صحيح؟ كلاس 2 زين حل ستوب روكز ماتريت ميز الريست اي بار ايش خلص؟ دايركت ايش خلاص؟ سبورت خلاص؟ دايركت دايركت ان دايركت وين تختاروا لي؟ 5 و 6 عوفكم من البتر سلايد اختاروا لي ان دايركت هسه 5 و 6 7 لا اندايركت هذا اللي اسمه بتر سلايد 7 قبل ان دايركت مو؟ وين تخلوه؟ 5 و 6 اذا rest rest retentive R retentive R reciprocal R reciprocal R مو صحيح؟ الindirect وين؟ indirect التينر وين؟ لا يعني indirect عزمه احنا مو قلنا قاعدة تقول كل free end extension يراد لها ريست على الصفحة اللخ وبي ثلاث حالات ما لكم علاقة بهذا البترفلاي. هذا البترفلاي مو اندايركت ريتينر. هذا يكمل متطلبات الدايركت ريتينشن للديزاين كليته. تمام راجعوا المعلومات. عندي مشكلة بالاندايركت ريتينر مالتها مال ديش الفري اند اكستنشن. شو يقول القانون؟ اي جاي معاكس خلي اي تخلي رئيس ميزيا الفو قبل اخر ريست يعني اللي حط على 5 لا لان احنا اخذنا الحالات ثلاثه فقط يا اما ميزيا على الفو يا اما سنجل مع الكناين يا اما على كل الانتيرير تيث. خلاص ثلاث حالات فقط تمام. هسه صار عندي سبورت كامل. عندي واحد ريست هنا وريستين هنا وريست بكل صفحه. عندي الريتينشن كامل دارت ار بي اي كلاسكين هنا. عندي الاندايركت ريتينر كمل اللي هو ميزي الريست على الفور اللي هو الفيرست تشويس. اختاروا لي ميجر كونكتر بالبار. بالبار راح ابدي اسحب من الكونكترات بعيده عن الاسنان بهالشكل هذا. هذا اول واحد مو صحيح؟ هذا ثاني واحد هذا ثالث واحد. هذا شلون اسحب من الكونكتر مالته؟ افشي افشي إذن هذا بما انه فري اند اكستنشن راح يصير شكله بهالشكل هذا. يعتبر هو بدايه الشريط اللينجوال بار. اوكي زين راح ابدي على هالاساس اقول انه هذا الجزء الداخلي من الميجر كونكتر ده يفتح وين راح يوصل لاخر خط الاخر خط من ماينر كونكتر طلع بهي الصفحه الداخليات تربطهم بيو شيب.
اليسار عندي انجول بلس. وضحت الفكرة؟ قلت لك هذه كيس with high lingual freedom. شنو الفرق؟ وسنجل ريست على كلها تيار. فش تسوي؟ تشيل الطرف القريب من الأسنان كله والماينر كونكترات كلها تشيلها ويبقى الطرف الداخلي صحيح ماشي. أما الطرف القريب من الأسنان راح يصير عندك posterior teeth يمشي وياها. بعد ماكو ماينر كونكتر طويل وصل anterior teeth يصعد فوق anterior teeth. انجول سليت وذا الفينيش لاين فيرتيكال من نام من اكو لا من نام ما عندك اصلا ها استوي ما عندك ريدور لاتس اللور تقريبا كله لاتس من هذا السؤال اللي هسه نجي لو عدي بلاس 2 بي موديفيكيشن السلام اقطع هذا الشيء الاخير اللي موديفيكيشن والكلاس 2 المفروض وحده فريم؟ ايوه اثنين فريم بس انا موديفيكيشن شلون؟ موديفيكيشن في كلاس 2 لازم وحده دي 7 كلاس 2 لازم وحده بس نوبات يجي عند حسين لونج سبون ايزوليتد لور 7 يرد على ريجي كلاس فين هاي الشغله؟ دكتور بس عيد على التصوير ايزوليتد لور 7 قدامها لازم اكو عليه رينج كلاس خليها ببالك وتشتغل. ايش راح تبدي اول مره؟ اول شيء تكمل متطلبات الفريين وين توصل؟ لحد الاندايركت ريتينر تكمل متطلبات الصفحه اللف وراها ترجع للاندايركت ريتينر وراها اختيار الميجر كونكتر وراها ترسم الماينر وراها ترسم الميجر وحط الخطوات لكل كيس. يلا ابدوا حل منطقي هسوي شيء الفريين. اذا هذول متطلبات السبورت مال الفريين ما توصل للنهاية. اوكي استوفر بيها حتى لا ننساها. بروكسيمال بليت نانا بالضبط. اي بار دايركت مالت كملها يا ونختار الدايركت مو يعني التسلسل لا تستهينوا بيه كل شيء يفيدك حتى لا تنسى شيء ولا تضيع وقتك ابد. زين تجي هاي متطلباتها نقول هاي نفسها مو صحيح يراد لها تو بروكسيمال بليت و تو بروكسيمال ريست تمام يراد لها تو كلاس نانا اي بار لازم ويا ريسيبروكيشن لان مو ار بي ايز اوكي
رينج تيجي تختار كلاس بالهذا اللور 7 احنا ايش نعرف؟ نعرف بس سيركمفرنشال مو؟ اللي هو لو اريد ارسم كلاس من هنا اسوي هيجي واقول هذا من هنا رتينتف هذا السكركل وكل شيء انتي هذا الكلاس بهيج تود غلط ايش يلعب؟ بس ايش يلعب؟ يدفع ليش؟ لان 7 2 روز مو مثل الابر 7 3 روز ما يندفع اللور 7 بسرعه يندفع والسيريال ماجريشن مو صحيح؟ فاني مو اخلي هذا الديزاين، هذا الديزاين حيدفعه والسيريال يصير بي تلتنج هاي النقطة الأولى، النقطة الثانية دائما اللور 7 لينجوري تلتنج فما بي اندر كات زينة بوكاري دائما الاندر كات زينة هنا لينجوري فاني اختار الديزاين مال الكلاس اللي ما يكون هنا رتينتيف وهنا ريسبروكال لا يكون هنا ريسبروكال ويفتر بهالشكل هذا ويسوي رتينتيف هنا عمودي الزمني هم راح يلزم لي ما يخلي يروح وسيلر لي وهم راح يكون رتينتيف تب مالته باللينجوال سايد هو هذا هذا السيركمفرنشال اوكي اختارت يوم الاربعاء يا محاضره تردون هاي رخصتكم هذا الكلاس على هذا راح يكون حيبدي من هنا يمشي يفتر يوصل لللينجوال سايد مال التوث يسوي لنا هذا الشكل هذا الري كلاس وصلت الفكره لهنا انا اعطيك نص درجه الرينج كلاس درجه كامله تصير رينج كلاس في راد لريست ثاني هذا الريست ما يخص السبورت هو اوكي يشترك بالسبورت بس يخص هذا الرينج كلاس حتى لا يصير معرض للديستورشن اذا صار بهالشكل هذا حيتشوه دكتور ايش ما سده منه شلون حيقعد بس؟ شلون حيركب بس؟ انا هذه معتمد على قعدته بس لانه هذا يتوتر ويطلع. زين دكتور هاي بس باللور نستعمل هذا؟ بس باللور 7. لور 6 استخدمه سيركمفرنشال. بالنسبه للابار بالنسبه للمجزله يعني. استخدمه سيركمفرنشال. هسه قلت لانه 3 روتس. ذا 3 روتس. ما يصير فيه دفع مثل اللور. اعطيك 75% من درجه الرينج كلاس اذا خليت لي ريست. بالاخير اذا قويته بسترات هاي تقويه له مثل الايبار تقويه للرينج شوفوا بالمحاضرات بالصور مال الرينج الله وانت هذا بحق المريض قاعد احنا ليش نقول لازم الامبرشن ماتيريال تكون دقيقه لازم الطبعه مالتك تكون دقيقه لازم تكون دقيق وتسوي سيرفينج مضبوط حتى تطلع هاي الشغلات اللي كلش دقيقة ترى هاي يعني يا دوب البيشنت يحس انه هي موجودة كلها دليكيت دكتور هاي ما تجمع الاكل او شيء مشكلة ولا تجعل هو كله الديزاين يجمع صحيح بس يغسله ثاني هذا سوى ابلاينس يغسله يغسله ينزل فايبات بي دنشر ما يضل دارس 24 ساعة ثابت المتحرك نفس الخطوات يعني اسوي ثابت تبرد اسنان قاعد الثابت قل له الله وياك بس الثابت مثلا مو هذا مثلا اني ابو الترو دنشر ما اقدر اسوي له ثابت اللي عنده في يدك ستيشن وين اسوي له ثابت فوق اندكيشن بكل حاله دكتور ثابت يعني شنو ما ينشئ ما يطلع ما ينشئ كراون مثلا هاي حاله تصير ثابت ابرد هذا السن ابرد هذا السن اغلفهم برج برج بيناتنا اكو اسنان مكسوك زين واللي ما ينشل احسن؟ لازم تروح لهذا الانتيزلو انتيزلو يقول انه لازم المساحه المعوضه المساحه السطحيه المعوضه لازم تكون اصغر من المساحه السطحيه مال الجذور
هسه هذا مو بي جذر، تحسب الجذر هذا ايش قد مساحته السطحيه، وتحسب هذا الجذر ايش قد مساحته السطحيه، خلينا نقول طلعان كليتهم 20 ملم كليتهم، لازم المسافه بيناتهم اقل من 20 ملم. يلا يحق لك تسوي بريدج. اغلب الناس بسبب الريتش ريزوبشن واصل اللي جاي، من تحسب ذني الجذور الحقيقيه الباقيه اللي مبروزه بالعظم ما تطلع صحيح، تطلع مساحتها السطحيه للجذور اقل من المسافه، ففيلر برج مالتك فيلر. شو يصير دكتور اكسو يعني؟ لازم اكبر من المساحه السطحيه، مجموع المساحه السطحيه مال الروتات المغروسه بالعظم حقيقه مو طالعه برا. اوكي؟ لازم تكون المساحه السطحيه مالت اكبر من المساحه السطحيه مال المساحه المفقوده. انت شتري تعوض؟ انت تعوض 6 و5 لازم جذور ال4 وال7 مساحتها السطحيه بالاشعه اكبر من المساحه مال الاسنان المشلوعه السطحيه الفوق. فكر انا سامع اذا مثلا اسوي مثل امبلانت السد اي واسوي عليه كم ما يصير، لان ما ادري لا ما يصير مو بسبب هذا الشيء، ما يصير انه تخلي تركب جسر صفحه امبلانت وصفحه طبيعي، ما يصير غلط. لازم تزرع انت ما يصير خلينا نقلهم مو الامبلانت ما بي بيريود انت الليجامنت امبلانت اوسيو انتجريشن ملحوم الحين بالعظم، السن الطبيعي مو ملحوم الحين بالعظم. انا شايف اكو مطاطيه منو حاجه هاي صلبه وهاي مطاطيه برقبته يتفلش الامبلانت. فتريد تسوي هنا زرع، تزرع سنه، تزرع سنه هنا وسنه هنا وتركب عليها جسر ما لك علاقه بالفور. دكتور بس دكتور خلينا نزرع دنشر كامل هذا يعني صرنا زعلان شو كامل ونخلص ما شلون لازم خلاص البقية ما سوينا. دكتور دكتور شو صار إذا صار فيلر إكزو يعني قص واحد من الأسنان لو شنو دكتور تشتري يا حلو تشتري يعني إذا هاي الحالة مثلاً هاي اللي حكيت بيها يصير الروتات أقل لا بدي نسأل لا صار الروتات أقل تعوف إذا الأسنان بحالهن تزرع لك زرعتين هنا تسوي برج صغير. اوكي المهم ما تخلي بريدج صفحه زرعه وصفحه طبيعيه غلط ما يصير لو اثنينات الاسنان طبيعيه لو اثنينات زرعات. كمل هذا الديزاين. هسه هنا راح تشوفون الهوريزونتال فينش لاين من لورا بس هنا نفس الاندايركت الاندايركت بالضبط وين الاندايركت؟ عندي جرم الميجر مال الفور فالميجر صار بي تو ريست واحد هنا واحد هنا. اختاروا لي ميجر ريليف نيجول بار صحيح؟ اذا نطلع هذا بالشكل هذا، هذا اسوي لي اف شيب صحيح؟ هذا ماينر كونكتر، هذا متصل بهذا، هذا متصل بهذا، اذا اطلع الماينر كونكتر مالتي منه بهالشكل هذا. شوفوا ما سويت اف شيء من هنا. يعني ما بين دايركت منه؟ لا وما عندنا فرين. ما يرد لك الدايركت. هذا ليش سحبت خطين من بدايتهم ومن نهايتهم؟ باوند. لين باوند. لو كانت فرين اسحب بس من بدايتها. زين نوصل هذا اخر خط بهاي الصفحه مو أيه. وهذا اخر خط بهاي الصفحه هذا قبل يوصل اليه تمام تمام مو لازم عدله مثل هذا الخط على الريد لاين اوكي زين عدي بعد شنو وقناه الداخليات اربطهم بهالشكل صار عندي لينجول ميجر كونكتر هالحاله ايش راح يصير عندك؟ بيرتكل الستوبر
راح تصير هيج. الفينيش لاين راح يصير هيج. مو صحيح؟ اما البقيه حسب الجدول. دكتور 7 اللي يبغى تقول رينجي كلاس بس الكلاس بات رينجي كلاس. بينما بالريستات لا تقول عندك ريسيبروكيشن. زين هو ريسيبروكيشن؟ اي هذا ريسيبروكيشن مالته بكره صح؟ بخلي اسال انا اكتب لكم اياه. راح تجي الموضوع السبن هنا غير راح تكتب سبن. بروكسيمال بليت ميزيا ريست ميزيا ريستلوزا ريستلوزا اوكي بعد رينج كلاس كلاس برينج ريسيبروكيشن بوكال. هذا الفكره؟ او ذاك الثاني هاي بارز بروجيشن يقول والثاني اللي قصده رقم 4 غير 4 اي ريسيبروكيشن مالته اللي يقول واي بارز خلاص الفينشينج لاين فينشينج لاين بس ليش شوف تمام قلنا فينش لاين هون سنتر فيرتيكال انا هسه هاي هذا فينش لاين وهذا فينش لاين مال هاي هذا الفكرة؟ هذا السؤال لحد الآن. بعد الثري. هاي واضح. حنموت. المحاضرة. ليش عليه؟ زين الهوم وورك مالكم ثري. خلينا نشوف والله. لا دكتور غيرنا.